السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض كباب الحلة بأسهل طريقة، وان شاء الله طريقتي تعجبكم. واتمنى لو الفيديو عجبكم ان انتوا تشتركوا عندي في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. اول حاجة هنسمي بسم الله وهنبدأ. هنسمي كده بسم الله. واول حاجة معانا في المقادير هي لحمة، زي ما انتوا شايفين دي لحمة، نص كيلو لحمة متقطع قطع صغيرة، ويفضل ان هي اللحمة تكون حمراء، يعني ما يكونش فيها دهون عشان ما تتهريش معانا في كباب الحلة يعني وهي بتستوي. ومعانا برضو نفس المقدار من اللحمة، يعني لو نص كيلو لحمة هنحتاج نص كيلو بصل ابيض. كباب الحلة يفضل ان هو يتعمل ببصل ابيض، بيديله طعم احلى من البصل الاحمر، وبيدبل معانا كده بسرعة وبيستوي مع اللحمة بيبقى طعمه جميل. وكمان ان البصل الابيض بيبقى فيه كده نسبة سكر، يعني بيبقى مسكر شوية فبيديها طعم احلى من البصل الاحمر. ومعانا هنا فلفل اخضر بارد، لو حابين ان انتوا تحطوا فلفل حامي برضو ده حسب الرغبة. ومعانا هنا البهارات بتاعت الكباب الحلة، ملح وفلفل اسمر وكمون وبهارات لحمة، وطبعا البهارات دي حسب الرغبة، يعني لو حابين ان انتوا تحطوا حبهان او ورق لورا برضو ده حسب رغبتكم. يعني انا بفضل البهارات دي، ما بحبش ازود عن كده، هي بتديها طعم جميل جدا. ومش قادرة اقول لكم يعني، ان شاء الله لما تجربوها مش هتبطلوا تعملوها، فعلا هي سهلة جدا وبسيطة وبتتعمل ما بتاخدش وقت على النار. ومعانا هنا برضو معلقتين كبار سمنة، السمنة دي اللي هنشوح فيها اللحمة، هنديها صدمة كده في السمنة لحد ما تاخد لون بسيط، وبعد كده هنضيف لها البصل والفلفل. ويلا بينا كده نبدأ مع بعض نسويها على النار. زي ما انتوا شايفين انا حطيت السمنة على النار في حلة، مجرد بس ما تسيح كده وتسخن شوية، وبعد كده هضيف لها اللحمة، قطع اللحمة عشان تاخد صدمة وتاخد لون كده بسيط ذهبي بسيط، يعني قبل ما اضيف لها البصل والفلفل والتوابل. هنحط اللحمة مع بعض ونرجع تاني. زي ما انتوا شايفين انا حطيت اللحمه في السمنه بعد ما تسخن عشان تاخد بس كده صدمه، وهديها تقليبه كده بسيطه لحد لما تاخد لون كده بسيط معانا، لون ذهبي بسيط. وبعد كده هبدا اضيف لها البصل والفلفل. زي ما انتوا شايفين هي خلاص بدات تاخد لون معايا كده، واخدت صدمه من جميع الجهات، يعني انا قلبت اللحمه كذا مره. ودلوقتي انا هضيف لها البصل وهديها تقليبه كده، وبعد كده هنضيف البهارات. وزي ما انتم شايفين انا دلوقتي ضفت البصل للحمه وعطيتهم كده تقليبه مع بعض. هو البصل بين ان هو كتير، بس مجرد ما هينزل ميته كده هيدبل معانا، واللحمه هتشرب من ميه البصل والتوابل، هنضيفها دلوقتي مع بعض وهتاخد طعم جميل جدا. والبصل هيبتدي ان هو واحده واحده كده يصفر معانا. هضيف التوابل دلوقتي وهرجع لكم تاني. دلوقتي ضفت التوابل على البصلة وهديهم كده تقليبة مع بعض زي ما انتوا شايفين مع اللحمة. بصوا البصلة بدأت تنزل ميتها، احنا لحد دلوقتي ما حطناش مية خالص على اللحمة. انا دلوقتي هغلي كوباية مية كبيرة كده على النار، علشان لما اللحمة تشرب المية بتاعت البصل هنبتدي ان احنا نزود اللحمة حبة حبة كده مية يعني مغلية علشان تكمل سواها. دلوقتي هنضيف الفلفل الأخضر وهنسيبهم يستووا مع بعض وهنغطي الحلة عليه. دلوقتي ضفت الفلفل الأخضر زي ما انتوا شايفين وقلبته كويس مع اللحمة والبصلة والتوابل. ودلوقتي انا هغطي الحلة عليهم واسيبها لحد لما اللحمة تشرب مية البصل وتنزل ميتها، ولاقيها كده بدأت ان هي خلاص تنشف، هضيف لها حبة حبة كده من المية المغلية اللي انا غليتها ولحد لما تستوي. وبصوا هنا البصله دابت خالص والفلفل دبل، وانا ضفت كوبايه الميه المغليه على اللحمه، كوبايه صغيره كده من الميه المغليه. ودلوقتي انا هسيب اللحمه تكمل سواها، بس ههدي عليها النار شويه وهغطيها واسيبها تكمل سواها لحد لما تبتدي ان هي تشرب الميه دي خالص، واللحمه اطلعها كده الاقيها استوت معانا يعني. وزي ما انتم شايفين خلاص كباب الحله يعتبر استوى، وتقريبا اللحمه شربت كل الصوص بتاعها، يعني مفيش غير بس حبه صوص كده قليلين. انا دلوقتي هطفي عليها وهسيبها لحد ما تهدى كده شويه، وبعد كده هغرفها معاكم ونقدمها مع بعض. وزي ما انتم شايفين ده كباب الحله،
بعد ما اللحمه استوت وقدمناها مع بعض. مش قادره اقول لكم ريحتها جميله قد ايه، وريحه البهارات التوابل اللي احنا حطيناها تحفه يعني. ومجرد ما هتعملوها تفضلوا تعملوها على طول من جمالها، وسهله قوي يعني في عملها. ويا رب طريقتي في عمل كباب الحله تكون عجبتكم، والفيديو يكون عجبكم. واتمنى لو الفيديو عجبكم تشتركوا عندي في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد، واسيبكم في رعايه الله. مع السلامه.